على قد ما تهنت في حياتي واتظلمت، على قد ما تعاملت أنا بأسلوب إهانة، وناس كتير قريبين مني بأمانة فرحوا فيا لما أنا فيهم وأحبط. على قد ما تهديت شوية وكنت ياس، على قد ما تقوت وراح الجرح خالص، فقت يوم عرفت حبيبي وعدوي وقدرت ارجع لعقلي وما جيتش واتعقد. إنسان أصلاً معدوم إحساس.